إلى بقى الفقرة الحقيقة الحلوة قوي قوي، وهي سينما 8 الصبح. فقرة جديدة كده، قررنا إن احنا ندخل في كواليس وحكايات عن نختار كده فيلم من الأفلام المهمة جدا جدا. احنا بنبقى شفنا الفيلم واستمتعنا بيه، بس برضو بنبقى حابين إن احنا نعرف كواليسه. فالنهاردة الفيلم اللي احنا اخترناه لحضراتكم فيلم من أهم أفلام السينما المصرية، فيلم الناصر صلاح الدين. تعالوا نروح بقى لضيفنا الأستاذ إلهامي سمير الناقد الفني، نعرف كواليس هذا الفيلم. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ إلهامي. صباح الخير يا أستاذة داليا، بصبح عليكي وعلى كل مشاهدين 8 الصبح ودي ام سي. صباح الفل على حضرتك. طبعا صباح احنا الفل. عارفين انه اي فيلم بنشوفه ايا كانت مدته، ساعة ونص، ساعتين، ثلاثة، بيبقى هو ده المجمل اللي هو خلاص، يعني هنقول ايه، المنتج النهائي لكواليس كتيره قوي قوي حصلت بقى، ممكن تمتد لسنوات. في افلام ممكن يتم تحضيرها سنوات. عايزين تمام. نعرف من حضرتك بقى ايه ابرز الكواليس اللي حضرتك عارفها من خلال طبعا عملك لهذا الفيلم. يعني ايه ابرز القصص اللي ممكن تكون مرتبطه مثلا بمشهد من المشاهد وكان وراها قصه؟ بص، خليني اقول لك الاول ان الفيلم ده تحضيره وتنفيذه خد 5 سنين. 5 سنين ده مبدئيا، لان لا كان مخرجه مخرجه ولا كان بطله بطله، يعني دايما كنا يعني بنتكلم انا في ما الافلام بلغتش نقول لما قلت لا سنوات. خالص، لا 5 سنين بالظبط، يعني 5 سنين، 3 منهم تحضير واتنين في التصوير. خليني اقول لك ان اسيا اول ما خدت المشروع عشان تنتجه بالتعاون مع مؤسسه السينما راحت لعز الدين ذو الفقار اصلا، مش يوسف شاهين. فعز الدين وقتها فاجئها بحاجه وقال لها انا خايف من المشاهد الخشنه، انا ممكن اعمل المشاهد الناعمه كويس، لكن المشاهد الخشنه والاكشن والمشاهد الحربيه انا ممكن اخلي يوسف شاهين يساعدني فيها. فاتفقوا الاثنين ان خلاص ده ممكن المشروع يحضروه الاثنين مع بعض. وراح هو لصديقه رشدي اباظه وقال له يا رشدي انا عايزك في دور مهم. اللي هو كان مين بقى اللي هو المفروض؟ كان الناصر صلاح الدين. اللي هو الاستاذ احمد مظهر. لا، كان لسه احمد مظهر لسه ما ترشحش، كان المرشح الاول رشدي اباظه. انا اقصد يعني هو الدور بتاع الاستاذ احمد، يعني ايوه اللي هو دور الناصر صلاح الدين. فرشدي قال له لا انا لسه عامل وائس لماه وبجهز لشخصيه بيبرس هعمل بيها فيلم كبير، فمش عايز اعمل الدور. فراحوا للاستاذ احمد مظهر، فالاستاذ احمد مظهر كان عنده مشاكل مع السيناريو فقال لهم لا والله مش هقدر اعمل الفيلم. فالمهم يعني ايه بقى المشاكل؟ معلش احنا بنحب كده نعرف يعني كان شايف ان قصه عيسى العوام في الفيلم اعلى من شخصيه. ما قعدوا يتفقوا مع بعض ويفكروا ان شكري سرحان مشاهد الفروسيه مش هتبقى زي احمد مظهر. فقالت له طب ايه رايك نرجع نكلم مظهر تاني؟ فراحوا له فقال لهم والله لو هتعدلوا السيناريو انا معاكم. فرجعوا عدلوا السيناريو وتمام خلاص، وبقت شخصيه الناصر صلاح الدين هي بطله الفيلم، ما عادش الموضوع بقى عن عيسى العوام وصلاح الدين وبقيه الشخصيات حواليه. وتم الاتفاق مع احمد مظهر ان خلاص احنا انت موجود معانا وهنعمل فيلم على هذا الاساس. طبعا كل الترشيحات بعد كده مشيت تمام باستثناء بس ترشيحين كان عندنا ليلى طاهر، لما قالت لهم لا والله يعني انا حاسه ان انا موقف قدام الاستاذ حمدي غيث ممكن ياكلني، لدرجه انها بتقول احنا اول مشهد بنصوره بتاع الخيل وهم داخلين يحجوا الخيل، الصوت بتاع الخيل اول ما سمعت صوت الخيل قعدت تصرخ وقالت لهم الحقوني ده الخيل هتموتني. فقالت لهم يا جماعه انا مش عارف يعني مش عارف اقف قدام الراجل، الراجل نظرات عينيه يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا قالوا استاذ حمدي غيث. فيوسف شاهين قال لها لا ما فيش الكلام ده، انا موجود معاكي كده كده يعني هتعملي الدور، لان احنا عايزين في مواجهه هذا الشخص القوي شخصيه ملكه انجلترا تكون انسانه رقيقه، فانا مش هلاقي افضل منه. كمان الدور بتاع فيرجينيا ده كان مرشح له شريفه ماهر اصلا، بس يعني قالت له والله انا لو هتستنوني لما ارجع من السفر فقال لها لا مش هقدر. فرشح ليلى فوزي بقى واحد من اهم ادوارها، لدرجه ان هي خدت اصلا اللقب بتاع فيرجينيا جميله الجميلات ده، وبقى لقب رغم ان الشخصيه بالمناسبه مش موجوده اصلا تاريخيا. ويمكن ده لما نتكلم بقى في المشاكل اللي حصلت مع الفيلم او اول مراحل رقابه عشان يجيزوه، قالوا لهم لا والله احنا شايفين ان التوليفه فكره المزج ما بين التاريخ والحوادث الخياليه في الفيلم مش موفقه. طب عايز اسال القصه حضرتك سؤال، اتفضلي. في الفترة اللي اتصور فيها الفيلم ما كانش فيه بقى الجرافيكس والتكنولوجي وانه يعمل يعني ساحات المعركة بالجرافيك، هل فعلا بقى دلوقتي تم التصوير في الصحراء بجد؟ ما دام خد سنتين يبقى اكيد تم التصوير بقى، يعني اكيد تعبوا جدا في الكواليس. صوروا في الصحراء وصوروا يعني هو كان بيدربهم اصلا في العباسية في الاول، قعدوا 6 شهور في العباسية بيتدربوا على السلاح والشيش وان هم ازاي يركبوا خيل، وبعد كده راح صور في الصحراء. وعايز اقول لك ان في مشاهد اللي هي مشاهد الحربيه اللي بين السفن متصوره في بانيو، يعني ده كان ماكيتات وهو حاططها في بانيو وبيصور بيها. يعني كان في تكنولوجي يعني وقتها وصل لها الاستاذ يوسف شاهين، لان ده كل يوم بيقول لي انا عايز اعمل حاجه جديده وعايز، وطبعا هي كلها تكليفات لان هو بيطور. راح لصاحبه وانه الاخراج راح لصاحبه من خبره حضرتك، يعني كل مخرج ليه اللاين بتاعه. فكنت شايف طبعا حضرتك انه هو فعلا استاذ يوسف شاهين اخرجه بالشكل اللي مطلوب منه.
اكيد رغم اختلافنا على ان يعني بعض الاحداث ما يعني تاريخيا مش صحيحه وبعض الشخصيات ما كانتش موجوده، لكن لمبرر درامي او لسبب درامي هو اضطر يوظفها بهذا الشكل، لكن ما نقدرش نختلف وما نقدرش، مش هتلاقي حد بيقول ان الفيلم ده مش تجربه مهمه في السينما المصريه لا خالص. لا يعني كل مش واحد هتلاقي حد خد دوره يقول صح، لك حتى الادوار كل واحد متوظف فني. فيلم عظيم جدا جدا في السينما المصرية، عبقري في الذاكرة، وكلنا مهما اتفرجنا عليه ما بنزهقش، عايزين نتفرج طبعا على فارس السينما المصرية. وكل الكرو اللي كان معاه كان رائع جدا، وطبعا كان بقيادة الفنان العالمي والمخرج العالمي يوسف شاهين.